مهجور شبك حبيبي؟ لا شك بتضل على طول حزنان ومهموم. الله وكيلك يا ياسمين، ماني عارف شو بدي اقول لك. ضل مخنوق صوتي مانو طالع لك، ماني عرفان اهل الحاره ليش هيك بيعاملوني بكره، فوق الكره كمان ظلم. لك تقبرني ما بكفي انه انا بحبك، انت ما تفكر بشي ابنه بالمره، ما تزعج لي حالك. لك ليش انا شو اللي مصبرني على الحاره دي؟ الله وكيلك لو ما انت موجوده كنت من زمان طفشت، من زمان هربت. تقبرني الله يخليك، ما تقول هيك، والله اذا بتروح بتتركني وبتسافر والله بطق وبموت من قهري. لا تحكي هيك من شان الله، ان شاء الله الموت الي انا، انت بعيد الشر عنك. لا يتوبني بعيد الشر عنك، تعرفني قديش بحبك انا. لك انا شو اللي مصبرني؟ انا شو اللي مصبرني مخليني احط على الجرح ملح واسمع كلام الناس واصبر علي غيرك انت يا بحياة عيونك؟ انا ما راح اكون غير لك، لك لوحدك، واذا ما بيصير هذا النصيب والله العظيم والله العظيم لموت حالي. ها وحدي الله، وحدي الله ياسمين، يا اهلك ما راح يقبلوا. شلون اهلك بدهم يقبلوا واحد ماله لا اصل ولا فصل ومن معروف قرعت ابوه من وين؟ ما راح يقبلوا، مستحيل ما راح يقبلوا. مهجور انت جرب واطلبني من ابي، وان شاء الله باذن الله يعني ربك كريم يمكن ابي يوافق. يا والله خايف يقلعني، بلكي قلعني من عندكم بالبيت. لا تقفرني، لا وحياة عيونك، ابي قلبه كثير 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 طيب ودائما بيذكرك بالخير وبيقول عنك زقرت وشهمه ابو ضاي وما بترضى لا بالزحله ولا بالمايله. هلا ايش كان ابوك يحك علي كلمتين حلوين هيك معناته بده يجوزني بنته؟ هلا انا شو ذنبي؟ انا شو ذنبي اني ولدت على الدنيا ما عندي لا اب ولا أب؟ انا شو ذنبي اني ولدت على الدنيا ومالي اصل؟ انا شو ذنبي اني ربيت عند الشيخ الجامع ودار باله علي وهو اللي كبرني؟ انا شو ذنبي؟ قال لي شو ذنبي؟ والله ما بعرف. والله ما لك ذنب ابدا، طول بالك. الله وكيلك، مو بالاول ليكون هو ابن حلال؟ ولك الله يقصف عمرك الهي، بدك تفضحينا بين الخلايق انت؟ فايزه خلصنا بقى، نحن واقفين بالزقايق، خديها على البيت ومصعيلة رقبتها، بدها مصع رقبه. ام بشير انت لا تتدخلي بشي ما بخصك، وجقرة كمان فوق عملتك العايبه. لك شو هاد بنتك شايفتيها؟ ولك يعدمني اياكي انت وياها. الهي تعدمي حالك، فتحي عينك هالقد ام بشير، انا مالي عايبه. اسكتي وليه؟ اسكتي وسدي بوزك، عجبك هيك فضحتينا قدام الناس، بس حسابك مو هون، حسابك بالبيت بعدين، امشي لشوف، امشي، الله لا يسامحك إلهي على هالفضيحة اللي عملتي لنا إياها، اسكتي. يا ما أنا ما غلط، والله ما غلط. لك شلون ما غلطتي واقفة مع هذا اللي ما بيتسمى؟ أم بشير حبيبتي الله يوفقك، ما بدي وصيكي، لا شفتي شي ولا سمعتي شي، ما بدنا فضايح. وخدي هدول المصاري، جيبي فيهم لأولادك شوية حلو خليهم ينبسطوا فيهم. ايه مو على عيني وراسي، لا شفت ولا سمعت. يلا تيسري. يلا السلام عليكم. عليكم على عيوني. لك امشي امشي لشوف انت بتعملي، امشي انا بفرجيك. والله لخلي ابوكي واخوكي. لك يا مو بنتك عم تحكي مع هذا بهجت ابن الحرام. ولك طول بالك يا امي طول بالك، امسحوا وشك بالرحمن. لك شبك ليش ناقشك لهالقد؟ البنت ما عملت شيء. بهجت ماله ابن حرام، بعدين رايدني على سنة الله ورسوله وانا بدي اياه، شو بدك تعمل؟ لك بديش خدك على البلوعه. مشان الله اتركها للبنت، صلي على النبي، شو صاير لك؟ لك صليت على كل الانبياء، لك بديش خدك معه واخلص منه. ما بيصير هالحكي، الله يرضى عليك، بكفينا اللي صار فينا، لسه بدنا فضايح اكثر من هيك؟ لسه بدنا فضايح؟ ما بنتك فتحتنا وجابت سيرتنا بالاراضي. خلاص خلاص الله يرضى عليك، اتركها لاختك، ما عملت
لك انا اللي شفتها بالشارع بس ما عملت شيء ولا حكت معه للزلمه. لك والله ما حدا غيرك معبي براسه. لك والله العظيم اللي عامل بلا اليوم بالحاره. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربي. الله يهديكم يا اولادي، الله يهديكم الهي. شو بدي اعمل هلا؟ شو بدي اعمل يا ربي؟ والله ما عم صدق. معقول هالكلام اللي عم اسمعه منك لك ام بشير؟ ايه والله ما كذبت عليك ولا بحرف، لك حكيت لك اللي شفته بعيني. يا لطيف يا لطيف على الحكي. بس يعني ياسمينه بنت الاصول، بنت الحسب والنسب يلي كل شباب الحاره بيتمنوها، لك تعشق هذا بهجت لا اصل ولا فصل ولا معروف قرعه ابوه منين؟ ايه بس انا ما سكتت لها، بهدلتها وشرشحتها، بس هي طلعت جقره وكل كلمه كبيره هيك قالت لي اياها. يا خانم لا يغرك الجمال والحلا، الجمال والحلا على الحيطان والله. يا خير شو في؟ شغلتي لي بالي. والله يا زعيم في شغله ضروريه كثير، يعني ما بتتخبى ولا بينسكت عنا وما حدا بيقدر يحلها غيرك. لو طيب احكي شو هي؟ خبرتني الداعيه ام بشير. لك يا عيب الشوم عليك يا باجات، بس يا عيب الشوم انا اللي شغلتك ودرت بالي عليك بتعمل فيني هيك. يا حيف تربيت الشيخ فيك، بس يا حيف. زعيم قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم اني انا ما غلطت معاه ولا بدي اغلط معاه. انا بدي اياها على سنه الله ورسوله. طالما بدك يا على سنه الله ورسوله، ليش ما جيت لعندي وقلت لي؟ انا كنت خطبتك اياها وجوزتك وعملت لك احلى عرس، بس لا تساوي فيني هيك. خجلان زعيم، خجلان من حالي، لأنه أنا متأكد أنه عمي أبو سعيد وعيلته ما رح يقبلوا يصهروني منه. زعيم أنت بتعرف أنه أنا مين وابن مين وهن مين وولاد مين؟ هلأ تركت كل شيء بنات الحارة ولحقت لي بيت أبش حي. يا عم ضربك؟ مو بإيدي زعيم، أقسم بالله العظيم مو بإيدي. الشغلة صارت بالصدفة، عيني لمحت عينها ومن وقتها ما بعرف شو صار لي، مثل المجنون صرت تطلع بوشي وين ما اروح وين ما اجي. امشي تطلع بوشي، بدي اكل تطلع بوشي، بدي اشرب تطلع بوشي، بدي اشتغل تطلع بوشي. وايش كان بدي نام ما قادر نام لاني عم فكر فيها، وايش كان نمت بحلم فيها. لك لهالدرجة حاببها لك بهجت؟ ايه والله يا زعيم، ايه والله. والله ما لازم تفوت من ايدي يا ابن الحرام. عيد ان شاء الله ورا انت عاجب مضافي. زعيم هذا ما لازم يضل بالمضافي لانه ابن حرام ودمه مسلوح. عيد شو ما بدك تساوي شو ما بدك، بس تقول ابن حرام معه. لك لسه عم يجاهل. عم لك لسه عيد ولا حرام. لك يا ابي هو اللي غلطان. زعيم انا بعتذر، ابني غلط يا زعيم. ارتاح يا سعيد ارتاح. وانت عود عود بهجت عود. عمي ابو سعيد حقك علي، حقك على شو عربي، بس قسما بالله العظيم انا ما كان قصدي اعمل غلط منه. انا قصدي حلال وبدي فوت من الباب، وقصدي اني اكون صهرك ومسند ظهرك وانا بامرك، ومن ايدك هي لايدك هي شو بدك انا حاضر. ارفع راسك يا ابني، ارفع راسك وافتخر بحالك. احنا ما شفنا منك غير كل خير، انت ابن اصول وابن منبت طيب. ارفع راسك يا ابني. الله يديمك يا عمي ابو سعيد ويجبر خاطرك. استغفر الله استغفر الله. اسمع يا ابني، انا عطيتك بنتي، اذا الله عطاك ولي الشرف ولي الفخر انك تكون صهري ومسند ظهري. انا برفع راسي فيك، واللي بيحكي عليك كلمه عيونه ببصوا ياهم. بس يا بي هذا مو معروف عن ابوه من وين. راسه لعب.
بيهمني انا، ما بيهمني لا امه ولا بيهمني ابوه، بيهمني انه رجال وبضاي ويكون صهري مسند ظهري ويحافظ على شرفي وعلى عرضي. الله يجمعك باهلك يا ابني. والسبت انعام منك يا ابو سعيد، والسبت انعام. شوف لك ابني، انا صار لي مدي عم دقدس وراك لاعرف من هي عيلتك. امك نشفاني دموع على فراقك، انا عرفت من هي عيلتك. انت ابن الزعيم ابو ناصر على سنه ربح. روح اسال هالزعيم ابو ناصر مين بيكون، رح ترفع راسك. والسبع تنعام منك ومن اهلك ومن ابوك. انت شو عم تحكي زعيم؟ يعني انا الي ام تزعل علي والي اب؟ الك اب والك ام، بس اولاد الحرام اللي خطفوك ولحشوك بالشامي وجابونا اياك لنربيك بالحاره. الك اب والك عيلي والك ام. يا رب دخيلك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قلت لكم، قلت لكم الشاب ابن اصول وابن منبع طيب. عمي ابو سعيد انت كبير من وقت ما وعيت عالدنيا، وانا بعرفك كبير وصورتك ما زغرت بنظري ولا مره. عهد علي، عهد علي امام الله اني صون لبنتك وتكون شرفي وارضي وحطها بين عيوني باذن الله. الله يخلينا اياك، الله يخلينا اياك وديمك عز فوراتنا يا رب. بالقبضاي مين انت؟ اسمعوا يا اهل الحارة، عم يدق على باب بيتي وعم يسألني مين انت؟ شو هالاجدب هاد؟ ولك هذا بيتي وينه؟ ايه وينه حبيب؟ وصال يا وصال. ايه حاكيني هون. سعيد وصال، لك مين هذا الغريب؟ لك شو بعرفني مين انت ولا؟ لك انا سعيد جوزة لوصال، وهي رجعتي من الاخر عسكر. يا جماعة الحقوني وصال. وصال لك بسرعة. وصال معقولة؟ لك معقولة سعيد رجع؟ لك شو اللي صار؟ يا مشحرة يا أختي، شو بدك تعملي هلأ؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف، محتارة والله محيرني. لهيك قلت له رح أقعد عند أبي وأختي بس لحتى أهدى شوي. لك المشكلة وقت اللي تجوزتي نزير قاعدين انتو ببيت سعيد. شو بدك تعملي هلا اختي؟ واكيد هلا سعيد بده بيته. ما هو خلافهم مو بس علي، كمان على البيت، والبيت من حق سعيد مو من حق نزير. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعمال. القرار بيرجع لوصال. لوصال؟ لك الله يكون بعونه لوصال. لو القرار بيرجع لإلي لموت حالي وارتاح من هالعيشه. لك لا يا بنتي لا، شو عم تحكي انت؟ كل مشكله ولا حل. والله مشكلتك عويصة يا أختي، والله العظيم معك حق تفوتي بستين حيط. يا رب تساعدني، يا رب تساعدني. أخ لك شو هالقصة هاي؟ منين طلع لي هاد سعيد؟ منين طلع لي؟ هدي أخي هدي. لا معك حق، الشغلة بدها تفكير منيح. إيه بدها تفكير منيح وكتير كمان. البيت، البيت لك تغريد بده يروح مني. لا مو بس هيك، كمان وصال بدها تروح مني. صلي على النبي لك أخي، صلي على النبي. يعني بلكي اختارتك أنت وما راحت من بين إيديك. إيه
وش كان صار هيك؟ ما هو البيت لسعيد اللي رجع من موته. أنا منين بدي لاقي مثل هذا البيت شرح وواسع؟ منين؟ بهي معك حق. معك حق. لا ما. أنا تجوزنا واحدة أرملة على أساس البيت بيتها. رجع جوزها هم صارت الأرملة بلوة. طيب أخي شو ناوي تعمل؟ ما بعرف أختي ما بعرف. اللي بعرفه هلأ أنه بدياك تقومي تعملي كاسة شاي خمير مشان تكتك الموضوع على كيفي. تكرم عينه. لا ما على البلوة لا على البال ولا على الخاطر. ولك لسه بتقولوا لي متت؟ مين هذا اللي خبركم انه انا متت؟ لك يا ابني في شاب من الحاره قال شاف الفرنساوي اسرينكم واخذينكم على الاعدام. ايه مزبوط الفرنساوي طخنا بس انا ما متت. كيف يعني؟ مثل ما عم بقول لك طخونا ولما صرنا كوم جسس حملوا حالهم تركونا. بس الله حميد في مجموعة من البدو شافونا واللي شافوا فيه روح وشوية رمق أخدوه وعالجوه. سبحانك ربي لإله عمر ما بتقتلوا شدة. نحن مشان نوفي الدين اشتغلنا عندهم بالرعي. تمينا 4 سنين عم نشتغل نوفي الدين اللي علينا. الله يصلحك. كنت رجع ابعاد خبر ولا تخليني اتجوز نزير ويصير اللي صار. بهي معك حق خالي كرماله لله كرمال الله. انا بدي وصال لا إلي حل. رجع لي اياها على عصمتي. لك شو عم تحكي لك خال؟ لك شو عم تحكي انت؟ كيف بدي رجع على عصمتك الا اذا طلعت جوزها؟ ماشي انا رح روح شوف نزير ولشوف شو بيقول. جاي معك خالي. قوم خالي شرف. السلام عليكم. أنا بعرفه لنزير ما رح يقبل. هذا الكلام مرفوض. بالنسبة لي أنا مستحيل أتخلى عنها لوصال. لك عمي وصال بدها ترجع لجوزها الأولاني وهو أحق فيها. كان وكان مثل ما بتعرفوا فعل ماضي ناقص. بعرف شو يعني ناقص؟ يعني ما بدك تطلق؟ روح حبيبي روح روح خيط بغير سلتنا يلا روح. لك ان شاء الله بيسلمني العاشق الولحان كرمال زعلتك هي. انا عندي حل بيرضي كل الاطراف. قول عمي حل قول قولوا نحن موافقين على اي حل مهم تطلق. خيو تطلق بس عندي شرط. وشو هو؟ هون عطنا الجمال يا سيدي. الشرط هو لك الله لا يوفقك يا نزير. الله لا يوفقك. يخرب بيتك يخرب بيتك شو طلعت نمس؟ لك كنا مفكرين بده مصاري الا بنعطيه مصاري. لك اتاري بده بيتنا بدو بيتنا انا وياك يا وصال. لك انا ما بستغرب عنه شيء بعرفه ندل واطي بس مو لهالدرجه. شو بدكم تعملوا هلا؟ بدنا الناطي بدنا الناطي بركي بيقبل بالمصاري. لك انتوا ليه ما عم تسمعوني؟ عم قلكم ما رح يقبل. وانا بقول ذات الشيء. انا براسي في خطه رح خليه يطلقك بدون ما ياخذ بيتنا. ايدي بزنارك خالي. خالي بس بدي مساعدتك بهذا الشيء. انا شلون؟ خال والله إذا كانت سبب هالزيارة إنكم جايين تقنعوني لحتى أخي يطلقك فلا تحلموا بهذا الشيء. لا يا روحي مو هذا سبب الزيارة. لكن شو سبب الزيارة؟ جايين خطابة. خطابة؟ لمين؟ لأبي. تفضلوا. حاكم أبي رجال أرمال وعم بيدور على عروس وقال بده ياكي خص نص. بالله شو؟ أنا أتجوز رجال اختيار؟ تغريد على أساس أنت بنت 20؟ كمان أبي
ماله ختيار، رجال وبيعجبك. لو تعرفي شو رح يسجل لك باسمك إذا قبلتي البيت الكبير يلي ساكنه، وذهبات أمي كمان رح يصيروا باسمك، وهدول بيشتروا لك بيت أكبر من البيت اللي رح يسجلوا باسمك. ليكي تغريد، رح يدللك آخر دلال ويجيب لك لفاية مخصوص لإلك وأنت حاطة رجل على رجل. شو قلتي؟ مو كتير بدها صفني القصة. كل هاد بصير باسمك إذا قبلتي إنه تقنعي أخوك يطلقني. قومي اختي قومي، شكلها مالها بالطيب نصيب، قومي ندور على عروس تانية. شرف لك، استني انت وياها، عم ناخذ ونعطي شبهكم. طيب اعملي لنا فنجان قهوه لنعرف ناخذ ونعطي على المزبوط. لك اشو فنجانين قهوه، راح ساوي لكم احلى شراب الورد. يموت كرم عينك انت وياها. بقى شو قلت اخي؟ بيني وبينك هذا العرض قبة. ايوه، وين قلت هيك؟ يعني بيت ابو عزيز لسه اكبر من بيتنا، وفوقهم كمان ذهبات ابو عزيز. ايه يا سلام. يعني قلت لحالي اخي ما رح يرفض هيك عرض. شو قصدك وليه؟ قصدك انه انا طماع وبحب المصاري؟ لا ايو، لا اخي انت بنوب ما عندك هيك شيء. ليك واذا زعلت خلص بلاها هالجازه اخي، بلاها بلاها. اسمعي اختي، اسمعي لابنك، بكره بتروحي لعندهم بتردي لهم خبر انك موافقه، وانا ما رح طلع لحتى يكبوا البيت باسمك. ايوه ماشي اخي، رح اقوم ساوي لك احلى سفره ان شاء الله بتقبر قلبي. إن شاء الله مبروك يا عروس. شايف يا سعيد؟ هي تاني مرة منتجوز أنا وأنت. كله نصيب. المهم طلقناك من هذا الضلالة. سعيد؟ عيونه. كأنه أبي طاير عقله من جوازته من تغريد. بس والله يا حسرتي عليه. خسر بيته كرمال قصتنا. لا تخاف علي، ما راح علي شيء. على فكرة مو بس أبوك طاير على التغريد، أنا طاير علي فيكي. راح خليكي أسعد إنسانة بالعالم. مين هالغليظ اللي جاي؟ لك انا طفشت الدنيا كلها مشان انفرد فيكي. لك استحي يا تغريد، استحي باب. هذا اخي يمكن اجى لانه ما عاد عنده مقوى يتقاوى فيه. وانا شو دخلني؟ ما دخلك تقبرني، خلص انسى، شو بدك فيه؟ يعني ما بتزعلي اذا ما استقبلته؟ ما حازعل، لك ما حازعل يا سيد الرجال انت، شور شورة. معلمي ابو ناجي، الحقني الحقني. لك شبك فات مثل الحمار اللي بيرفس اللي اشتريت لي اياه. ها الحمار اللي عم يرفس، رفس ولد وسطحه على الارض. شلون شلون رفس ولد؟ اخذوه على الخسخانه هلا. والولد شو صار له؟ لا من تمه ولا من كمه. الله لا يعطيك العافيه على هيك حمار، هذا مين شراه؟ انا شو دخلني؟ انت قلت لي اشتري لي حمار، اشتريته. انا شو دخلني؟ حبيت اخدمك يا ابو ناجي. وانا قلت لك ما بدي اياه، رجعه لصاحبه. صاحبه ما رضي رجعه. وانا شو اللي خلني تضرب منك لصاحبه؟ قولي على اهلك يا ابو لطفي، انخرب بيتك يا ابو لطفي. معلمي
قلتك الولد بيكون صار له شيء. حاكم هالحمار عليه رفسي بتسطح سطح. اسألني إلي. أهلين وسهلين بجوز باشي أبو نادر. أهلين. لا أهلين ولا سهلين، تشرف معي. ولو أنت تشرف معه على الكركون. شو مفكر عازمك على الربوة أنا للفصفص بزر؟ ها وليش رح تروح معك على الكركون؟ مشان الولد اللي رفز وحمارك. بس الحمار مو إلي. شو يا أبو لطفي، لمين الحمار؟ الحمار إله وحاطه عندي برسم الأمانة. طول بالك، الولد صار له شيء. الولد بالخستخانة وحالته خطرة، وأهل الولد قدموا شكوى ضد صاحب الحمار، لذلك بدك شرح معي على الكراكون. طول بالك طول بالك، أنا مستعد لكل شيء من هيني هي قبل أي حضرة الدوز باشي. هلا بس فهمني، الحمار إلك ولا مو إلك؟ الحمار إلي سيدي. ولا داعو؟ إنت صار الحمار إلك أنت؟ الحمار إلي، شنو ما قبض حقه، أنا بتحمل مسؤوليته. إيوة، يعني أنت عرفان هلا شو عم تحكي؟ عرفان سيدي عرفان، وترك أبناجي وخدني إلي. أنا بتحمل مسؤولية الحمار. إيه تكرم عينك. عسكري شحطوا على الكراكون. شحطني على مهلا. امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا تؤاخذونا. مع السلامة. عبدو. إيه معلم. تعال عندي. الدعور الدعور. شو له علاقة ليقول إنه الحمار إله؟ بركة لا سمح الله لا سمح الله. صار على الولد اللي ضربه الحمار شيء، إيه ما بيروح فيها؟ والله ما بعرف ليش هيك صار يا مختار. على كل بإذن الله أنا من بكرة الصبح رح أبعت عبده على الخسخانة مشان يتعرف على أهل الولد. وليش يا أبو ناجي ليش؟ ليش لتبعته طالما أنت طلعت من القصة؟ لا يا أبو راضي لا. شو هالكلام اللي عم تقوله؟ أنا بدي طالع الداعور من الكراكون لأنه هالقصة ما له فيها بنوب. والله هذا الداعور قصته قصة. طمني يا ابو ربحي، كيف صار الولد؟ ان شاء الله بخير. والله الحمد لله كويس الولد، بس صاحب الحمار لازم ينحبس. اكيد راح ينحبس، لك شو عم نشتغل احنا هون بالكراكون؟ ليكو صار عندي جوا. ابو ناجي صار عندك بالكراكون؟ شو دخلوا ابو ناجي؟ شلون شو دخل ابو ناجي؟ ما هو صاحب الحمار؟ لك لا، ما طلع هو صاحب الحمار، طلع الداعور صاحب الحمار. الداعور؟ لك ايه، هو اجى اعترف بعظمة لسانه ان الحمار له. مخ مو صحيح يا سيدي، مو صحيح هذا الحكي، مو صحيح بنوب. الحمار لابو ناجي، وابو ناجي اشتراه من ابو لطفي قدام كل اهل الحارة. يا عم بعيونه هذا الحمار الداعور، لشو حتى يعترف ان الحمار الثاني له؟ لك يا سيدي، بيكون قبض قرشين من ابو ناجي لحتى يشيل التهمة عنه. سيدي انا بدي صاحب الحمار الحي هو اللي ينحبس. وبمعيتكم سيدي إذا بتقدحوه فلقة بيكون يكتر خير. تكرم عينك، نحن بنحبسه وبنقدح لك يا فلق. الله حيه الله حيه الكبير. على عيني على عيني. أهلا وسهلا. أهلين أبو ربحي. بسيطة يا أبو ناجي بسيطة، لكن بتنزع علي كل شي خططت له لأوصل لمرت الأميمي، وبتشتكي علي للكراكون. إيه بسيطة نتواجه. جين بالدرسة مد كورسني مد شهير. مرحبا معلم. اهلين اهلين عبدو، طمني شو صار؟ هي رجعتي من الاستخانه، الولد طلع منيح وما فيه شيء. ايه الحمد لله الف الحمد لله. عبدو ما نعرف الولد ابن مين؟ لا كان معلم، شلون ما نعرف؟ طلع ربحي ابنه لابو ربحي. ابن ابو ربحي المبيض ما غيره؟ ايه معلمي ايه ما غيره، هذا اللي بزماناتك اشتكيت عليه انه نازل على بيت الاميمي ليعتدي على حريمه، وطلع ما هو. لا انا متاكد انه هو، وبعرف مين اللي شالها عنه وليش. سليم الطحان طول عليك. اهلين حضرة الدوز باشي. اهلين اهلين. طلع الحمار لك يا ابو ناجي مو للدعو. ايه الي الحمار ايه، بس انا اديله لابو لطفي، يا يبيع لي اياه يا يرجع لصاحبه. ايوه اصبح شرف معي على الكراكون. شرف سيدي شرف. ايه على راسي. عبدو دير بالك على المحل الله يرضى عليك. أبو سليم الطحان،
خلص. مرحبا عبدو. أهلين، شو بدك؟ شو وينه أبو ناجي؟ أخذوه على الكراكول. وليش حتى ياخذوه على الكراكول لأبو ناجي؟ من شان ابنه لأبو ربحي المبيض اللي رفسه الحمار. ليش ابنه لأبو ربحي؟ هو اللي رفسه الحمار؟ إيه ليش ما بتعرف؟ هلا لا تسلب عبدو، أنت متأكد؟ معلوم متأكد. شو بقى؟ شاو صار جوا عندي. ايه بس سيدي، نحن اتفقنا انه ياكل فلا. ايه وراح ياكل فلا. وقدامي. مو شايفه انه صعبه شوي هي؟ يا سيدي، شو هي صعبه ما صعبه؟ عليكم ما بيصعب شيء يا سيدي. تكرم عينك، رح مندبر لك اياها، مشي حالك. رح ياكل فلا وقدام عينك كمان. ولاد عور، شو جاي تساوي انت هون؟ جاي طالع ابو ناجي من السجن لانه هو ما دخله والحمار اللي كذاب. سيدي لا تصدقه. ايه انا كذاب، كذاب كبير انا. بتحب اقول لك شو كذبه؟ خلاص بقى خلاص، احسن ما خلص. لا تسال ايدها. داعور اليوم غير داعور امبارح، ما عاد في شيء يخسره. ولك فهموني شو القصه؟ لك يا 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 سيدي، لا في قصه ولا في شيء، هو جاي يتشفع لابو ناجي. مثل ما تشفعت لغيره بزماناتي، بدك لو تعطي البطيئة بتسامحه لابو ناجي. لا مسامحه، انا مسامحه سيدي، مسامحه لابو ناجي. مسامحه مسامحه يعني انا اطلق صراحه؟ المسامح كريم، خذي سبيله سيدي. وقف قلها. جهزي لحساب المساء جاي اخذه. سلام سيدنا. سلام. اهلين. ريحتنا. داور، بدي اعرف ليش هيك عملت معي؟ بدك الزبده عمي ابو حاتي؟ تفضل احكي. هي الشغله يلي باكل وبشرب منها. يعني قلت لحالي بحمل عنك القصه وبتسامحني بالدينه. شو عرفك اني رح اسامحك؟ لانك كبير من يوم يومك، مستحيل تنكر المعروف. لك يا ابني، شو الله جبرك تشتغل هالشغله؟ قلني. هيك عودني ابي عمي ابو حاتي. من صغري اهل الحاره بيتبلوني. بتصير سرقه بيقول الداعور، بتصير مشكله بيقول الداعور، حدا لطش حرمه بيقول الداعور، وانا ابي على قتل وخبط، قتل وخبط. اي والله تمسح جسمي. ولا بالاخر راح اتزوج وكبني بالشارع انا واخواتي من تلك. لا لهالدرجه كان ابوك قاسي؟ مو بس ابي يا عمي ابو حاتي، ابي والزمان والناس هن اللي وصلوني لهون. لك الله وكيلك، الله وكيلك. ياما نمت جوعان انا واخواتي، ولك الله وكيلك دورت على شغل. لك ما دورت، دورت. اي ما حدا شغلني. داور، بدي اسالك سؤال بس بدي تجاوبني بصراحه. أبو ربحي هو اللي دفع لك مشان تحمي القصة عنه لما نزل لبيت الأميمي؟ الله أكبر عليك، شلون بترضى واحد نزل على بيت الأميمي ليعتدي على عرضه وشرفه وبتحمي القصة عنه؟ لك ما بتخاف الله؟ لك شو عرضه وشرفه؟ شو عرضه وشرفه؟ أنا حملت قصة سرقة يا عمي أبو ناجي. اسمع يا داعور وفهمني، الأميمي ما عم يفضح حاله بين الناس، وقال أبو ربحي نزل عليه لحتى يسرقه. أنا الله وكيلك مدريان بهالقصة. يعني أنا دايس بصوتك لتسامحني بالمصاري. الله يسامحك. اسمع يا داعور، أنت من هاللحظة رح تشتغل عندي هون بهالدكان، هون عندي هيك. وأنا بإذن الله مصاريفك ومصاريف إخواتك تاخذهم من هالشوارب هدول، بس بدي إياك ما ترجع لهيك شغلات أبداً. الله يعزك يا عمي أبو ناجي. والله من إيدك هي لإيدك هي. لوين رايح؟ في حساب بدي صفيه وراجع له، وبوعدك من بعدها ما عاد اقرب على حدا. توكلنا على الله. سلام عليكم. مع السلامة. يلا.